بعد سنوات من السبات العميق أطل تنظيم داعش خراسان برأسه مجددا، فمن هو هذا التنظيم؟ كيف نشأ؟ وما سبب عدائه لروسيا؟ هو فرع من فروع داعش ويتمركز في أفغانستان. تأسس عام 2015 على يد أعضاء ساخطين من طالبان، وبعدما بايع عدد منهم أبو بكر البغدادي زعيم داعش أنذاك. تسمية خراسان تأتي من اصطلاحها للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان، ويمثل هذا التنظيم مجموعة متطرفة مسلحة ترتبط بتنظيم داعش المركزي في سوريا والعراق. وقد عززت الجماعة تواجدها في شرقي أفغانستان، لا سيما في ولايتي ننغرهار وكونار. تنظيم داعش خراسان استعاد زخمه مع عودة طالبان إلى السلطة بعد أن أصيب بضعف شديد في السنوات التي سبقت ذلك، ففي حلول العام 2021 شهد التنظيم انخفاضا في عدد مقاتليه إلى النصف تقريبا، أي قرابة 2000 مقاتل، وذلك نتيجة الغارات الجوية الأمريكية والكوماندوز الأفغانية التي قتلت العديد من قادته حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. لكن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان استطاع أن يجند عددا كبيرا من العناصر وأن يتمدد على يد سناء الله غفاري المعروف باسم شهاب المهاجر، ويصبح له سطوة كبيرة. وفي الفترة نفسها نفذ التنظيم تفجيرا انتحاريا في المطار الدولي بكابول، أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وما يصل إلى 170 مدنيا. هذه الحادثة رفعت حدة المواجهة بينه وبين طالبان، وتصاعد خطر داعش خراسان مؤخرا رغم وعود طالبان المستمرة لإيقاف تهديد التنظيم الممتد إلى دول الجوار. في هذا السياق نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولي مكافحة الإرهاب في أوروبا قولهم بأنهم أحبطوا في الأشهر الأخيرة العديد من مؤامرات داعش خراسان لمهاجمة أهداف خارج أفغانستان. محللون أمنيون كشفوا أن تنظيم داعش خراسان ركز اهتمامه على روسيا على مدى العامين الماضيين، وكثيرا ما انتقد الرئيس فلاديمير بوتين في دعايته. وبحسب المحللين فهو يتهم الكرملين بأن أيديه ملطخة بدماء المسلمين، في إشارة إلى تدخلات موسكو في أفغانستان والشيشان وسوريا. فهل نرى مزيدا من هجمات داعش خراسان، أم تتمكن طالبان من القضاء على التنظيم في قواعده بأفغانستان؟